لكن خلونا نعرف تفاصيل أكتر وأمور كثيرة بتحدث في بعثة النادي الأهلي منذ الصباح ومنذ الوصول إلى الرياض وإلى العاصمة السعودية الرياض، وكلام كتير وكلام إيه اللي حصل طوال النهار. خلينا نروح لزميلنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي ونعرف منه آخر الأخبار والكواليس لما يحدث في بعثة النادي الأهلي. كريم، إزيك يا حبيبي؟ مساء الخير عليك كابتننا الكابتن اسلام الشاطر، كل التحيه والتقدير ليك ولكل جمهورنا وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. طمنا، ايه الاخبار وحاله التركيز؟ الامور عامله ازاي؟ الجو، انا عارف ان درجه الحراره جيده، الصبح الدنيا حر شويه، بالليل درجه الحراره جيده، يعني اشرح لنا كل الامور بقى من الصبح لغايه دلوقتي. يعني طبعا يا كابتن اسلام في البدايه بتمنى كل التوفيق طبعا لابطالنا رجالتنا لعيبه النادي الاهلي في مباراه صعبه جدا على كلا الفريقين، محتاجه كل التركيز وكل الرغبه الكبيره جدا والاصرار والعزيمه اللي عارفينها عند النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يكون الجمهور ايضا كمان هو سر الفوز كعادته خلف فريق النادي الاهلي في كل حته، ويمكن تحديدا كمان هنا في المملكه العربيه السعوديه. عايز ابدا معاك الحقيقه يا كابتن اسلام من البدايه، ويعني عايز اقول نقطه مهمه جدا. احنا وصلنا النهارده لكن في جنود مجهولين موجودين، لكن هنقول جنود معلومين على راسهم طبعا الكابتن سمير عدلي، يعني زي ما بنقول عميد الدرين العالم على دوره الكبير جدا، كان متواجد هنا قبل طبعا الوصول ب 48 ساعه. تجهيزات بتكون مهمه جدا، فندق الاقامه، الانتقالات، ترتيبات بتكون غايه في الاهميه عشان اللعيبه مجرد وصولها مباشره يكون كل شيء متاح. ايضا كمان الكابتن خالد بيبو اللي سبق بعثة فريق النادي الاهلي قبل وصولها ب 24 ساعه، يعني كتيبه هنا الحقيقه كانت الكل بيعمل على قدم وساق عشان تكون كل الترتيبات مهمه جدا لفريق النادي الاهلي. تحديدا ايضا كمان اختيار مستر كولر بالتنسيق مع الجهاز الفني، وصلنا هنا يوم الاربعاء قبل المباراه ب 48 ساعه، شيء ايجابي ومهم جدا. وبخبرتك الكبيره يا كابتن اسلام انت عارف يعني اما بيكون الوقت قليل بيكون التركيز اكبر، والحاله والرغبه اللي شايفينها عند لاعبي النادي الاهلي امر مهم جدا. من الطياره، من وجودنا طبعا في الطياره النهارده طبعا كالعاده كنا متواجدين في مطار القاهره، رحله طبعا استغرقت ساعتين و15 دقيقه، الرحله انطلقت في تمام الساعه 10 صباحا بتوقيت القاهره. مجرد وصولنا على طول الى مطار الرياض كان في استقبالنا طبعا يعني السفير احمد فاروق ومسؤول البعثه بالكامل او مسؤول السفاره بالكامل، وايضا كمان الجانب السعودي. الحقيقه لابد ان احنا نحييه على الاستقبال وعلى كل الترتيبات، الامور مش سايبين حاجه يا كابتن اسلام، وده امر مهم جدا. عشان كده عندنا امل كبير جدا في النجاح بشكل عام بالنسبه للمباراه، وايضا كمان نجاح فرقتنا فريق النادي الاهلي في مباراه باذن الله ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. النهارده يمكن اليوم يعني هنقول شاق شويه، بادئ من الساعه 7:30 حتى هذه اللحظه يمكن لعيبه النادي الاهلي تناولت العشاء مباشره على غرف طبعا استعدادا ليوم ايضا كمان تجهيز هيكون يوم الغد. لكن في وسط اليوم في امور عديده جدا، يعني النهارده زي ما بنقول مجرد وصولنا الى فندق الاقامه على طول اللعيبه جهزت نفسها عشان يكون التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على ملعب الاول بارك طبعا هنا بالرياض، حاجه رائعه جدا، منشاه اكثر من رائعه هتساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. النادي الاهلي لما بيكون ارضيه الملعب مميزه وبتكون الاجواء مختلفه بيقدم كره اوروبيه، شفناها قبل كده في كاس العالم الانديه، شفناها في كل المحافل الحقيقه مع فريق النادي الاهلي. وايضا كمان التحضير الاكثر من رائع لمستر كولر، يمكن مستر كولر كمان يعني محفز اللعيبه بشكل كبير جدا، بيتكلم على تفاصيل صغيره، الراجل بيحاول ان هو ياهل كل اللعيبه، بيتكلم على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، عشان كده بنقول مستر كولر ليه شخصيه كبيره جدا في المباراه النهائيه، وده امر مهم. ان شاء الله باذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح. النهارده كان تدريب غايه في الاهميه والجاهزيه بتبان يا كابتن اسلام، انت واحد من نجوم النادي الاهلي وعارف التدريب الاول في مباراه ببطوله او مباراه كاس بتديك رساله وبتديك مدلول كبير جدا على مدى الرغبه الكبيره جدا على فريق النادي الاهلي، ده امر مهم شفناه النهارده في التدريب. تدريب يمكن استغرق يعني نقدر نقول ساعه وساعه وربع، تدريب كان كله جرعات فنيه وجرعات تكتيكيه، 15 دقيقه الاولى كانت متاحه لوسائل الاعلام اللي كانت مهتمه بشكل كبير جدا ان هي تتابع تدريب فريق النادي الاهلي، لكن مجرد انتهى ال 15 دقيقه الكل طبعا كان خارج الاستاد وبدا مستر كولر ينفذ بعض الجمل، ينفذ الشكل العام، السيناريو يبقى شكله عامل ازاي بالنسبه للمباراه. فالحمد لله النهارده كان يوم طيب جدا، منتظرين غدا بمشيئه الله هيكون صباحا اجتماع فني في تمام الساعه 11 صباحا هنا بتوقيت المملكه العربيه السعوديه، وتدريب اخير لفريق النادي الاهلي، مش هيكون على ملعب الاول بارك، هيكون على ملعب ثاني، لكن لسه حتى هذه اللحظه كل الامور دي بيتم تنسيقها مع الكابتن خالد بيبو زي ما قلنا. ايضا كمان الاستاذ محمد الضماط رئيس بعثه فريق النادي الاهلي بجانب مجلس الاداره دور مهم جدا طبعا، والتنسيق على اقدم وساق زي ما بنقول. الامور طيبه يا كابتن اسلام، ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ويمكن جمهورنا كمان يعني منتظرين ومشيئه الله السند والدعم الحقيقي لفريق النادي الاهلي وتحديدا هنا في المملكه العربيه السعوديه. شعبيه النادي الاهلي عظيمه يا كابتن اسلام. ما نسمعه من اشاعات يا كريم فيما يخص الاصابات في الخاصه بالنادي الاهلي، خلاص هناك او تاكد ان هناك بعض اللاعبين اللي بيستنوا في القاهره، ولكن هل هناك اي امور اخرى حدثت في التمرين النهارده؟
الحمد لله الجاهزيه كامله لكل لاعبي النادي الاهلي، ويمكن ده اللي كنا منتظرين نشوفه في التدريب الاول. وهخص اسمين، هو امام عاشور ورضا سليم. يعني شفناهم النهارده في تدريبات الكره، في الاحتكاكات، في الالتحامات. الحمد لله الجاهزيه ليهم ينقصهم توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وايضا كمان يكونوا متواجدين في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي. الراجل مستر كولر النهارده يمكن زي ما بنقول تدريب مش عايز تقول لنا التشكيل طبعا وخفى المعالم كالعاده طبعا. لا انا ما اقدرش طبعا يا كابتن اسلام، انت عارف انا بسالك السؤال ده ضحك على هذا يعني. الامر طبعا طبعا يا كابتن اسلام انت عارف الواحد بيبقى حريص جدا في هذا الامر، لكن الجديه اللي بنشوفها بننقلها لجمهور النادي الاهلي من خلال يا كابتن اسلام ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي. طيب رضا سليم وامام عاشور كويسين الحمد لله، هل هناك امور اخرى تخص اي لاعب؟ جدا الحمد لله. لا كل اللعيبه النهارده ادت جرعه تدريبيه كامله، محدش اشتكى من اي شيء. ننتظر بكره ان شاء الله يا كابتن اسلام هيكون تدريب اخير، لعيبه محافظه على بعض لان احنا محتاجين السكواد كله في هذه المباراه. عشان كده في حرص كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي في التدخلات، الكل حريص ان هو يساعد زميله ان هو يكون متواجد في التشكيله الاساسيه. وزي ما بنقول ال11 المتواجدين في الملعب اللي قاعدين على الدكه بقلبهم وبروحهم الكبيره جدا وبروح الفانيله الحمراء متواجدين اكثر من اللي في الملعب، وده اللي يمكن معودنا عليه لعيب النادي الاهلي. اللعيبه الكبار الحقيقه عندها دور مهم جدا، وايضا كمان امام عنده دور مهم جدا، لابد يكون في قمه تركيزه، لابد ايضا كمان يكون عنده ضبط نفسي كبير جدا جدا في هذه المباراه. وبنراهن على امام، بنراهن على كل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا موفقين يا كابتن اسلام. النهارده كان عيد ميلاد قفشه، وشفنا بعض الصور اللي جايبينها لنا من عندكم في الطياره. ايضا عيد ميلاد كابتن سامي قمصان، كيف احتفل اللاعبون بعيد ميلاد كابتن سامي وعيد ميلاد قفشه؟ يعني هنقدر نقول احتفال سريع جدا يا كابتن اسلام، لم يستغرق الا 5 دقائق في الطائره. يعني كان في طبعا لعيبه النادي الاهلي جابت تورته كده لكابتن سامي وقفشه في التقاط صور سريعه، 5 دقائق الكل احتفل معاهم مباشره، خلاص انتهى هذا الامر والكل مركز زي ما بنقول في مباراه هي الاقوى والاهم خلال هذه المرحله او خلال ال 48 ساعه القادمه. الامور طيبه جدا يا كابتن اسلام، ينقصنا بس دعوات كل جمهور النادي الاهلي، وربنا ايضا كمان يكون موفق لعيبه النادي الاهلي. لو التوفيق معانا ان شاء الله نقدر نصنع الفارق، والنادي الاهلي باذن الله يكون بطل كاس مصر بمشيئه الله. ايه اللي بيحصل النهارده دلوقتي حاليا؟ اين لاعبو النادي الاهلي؟ يعني زي ما بقول يا كابتن اسلام خلاص بعد تناول العشاء مباشره الى الغرف، كل طبعا زي ما بقول لك يعني الرحله بادئه من 7:30 صباحا، فالكل توجه الى الغرف على ان يكون الصباح غدا بمشيئه الله، يكون فطار صباحي. كل التوقيتات اللي احنا بنقولها بتوقيت المملكه العربيه السعوديه يكون الفطار 10 صباحا، زي ما قلنا الاجتماع الفني يكون 11. هيتوجه طبعا الكابتن سمير عدلي وكل طبعا الامور الخاصه الترتيبيه والتنظيميه بالمباراه. تدريبنا الاخير هيكون في موعد المباراه 7:30 هنا بتوقيت المملكه، 8:30 بتوقيت القاهره. يعني غدا هيكون اليوم الاخير والتدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، وكل الاستعدادات انتهت النهارده. يعني المؤتمر كان النهارده، امور عديده جدا كنا متعودين عليها كابتن اسلام تكون قبل المباراه ب 24 ساعه، لكن يمكن شكل جديد ونظام جديد هنا في المملكه العربيه السعوديه. المؤتمر بالنسبه لنا انتهى، غدا هيكون اجتماع فني وحيد ومن بعدها التدريب، وان شاء الله باذن الله كل الامور تكون في صالح النادي الاهلي. تواصل الكابتن خطيب مع البعثه بالتاكيد، وده امر مهم جدا. يعني الشكل العام اللي احنا شايفينه كابتن اسلام مع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه طبعا استاذ محمد الضماطي، كابتن محمود الخطيب كالعاده يعني تواصل مع الاستاذ محمد الضماطي، اطمن على اللاعبين والفندق الاقامه الترتيبات الوصول تحركنا كل الامور دي الحقيقه، وده اللي احنا متعودين عليه من الكابتن محمود الخطيب، او لاعبتنا ايضا متعوده على هذا الامر. الدور مهم جدا، الرسائل بتكون مهمه جدا، واكيد في رسائل خاصه نقلت طبعا عن طريق الاستاذ محمد الضماطي رئيس البعثه لكل لاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يعني الرسائل تكون مع لعيبه النادي الاهلي بدفعه كبيره جدا وبرغبه متجدده. يا رب ان شاء الله باذن الله كل الاجواء والظروف والمناخ، يعني زي ما انت قلت يا كابتن اسلام صباحا بيكون حر شويه، لكن في موعد المباراه طقس اكثر من رائع، ان شاء الله يساعد النادي الاهلي وكل الظروف تكون معانا بمشيئه الله. مسانده الجماهير يا كريم، برضو طمنا عن مسانده الجماهير حوالين الاستاد وحوالين انا اسف كمان الاوتيل. الجمهور النادي الاهلي هنا يعني حاجه رائعه جدا في اي حته، لكن الحقيقه هنا الكل يعني لو في اكتر من تذاكر كابتن اسلام متواجده او مطروحه هتشوف مشهد عظيم في استاد الاول بارك. لكن طبعا محددين ال 25,000 ومقسمه طبعا على الفريقين، الكل هنا معانا، الكل بيحفز لعيبه النادي الاهلي. مجرد وصلنا المطار الى فندق الاقامه بنقابل اي حد على طول، مشاورات بعلامه النصر. يعني جمهور النادي الاهلي شيء عظيم، هو الاعظم زي ما بنقول، والحقيقه كمان منتظرين منه التابلو الرائع هنا في المملكه العربيه السعوديه. دعمهم مهم
مهم جدا، رسائلهم مهمه جدا، مؤازرتهم للعيبه النادي الاهلي امر اكثر من رائع كالعاده، لكن في مباراه بعد غد مشيئه الله محتاجين كل المسانده وكل القوه وكل التحفيز وكل الهتاف الكبير جدا اللي زي ما بنقول بيحرك الصخر، وان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه هذه المباراه، عارفه ان في جمهور كبير جدا ومجلس اداره منتظر هذه المباراه، وان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون على قدر المسؤوليه كالعاده، وكاس مصر يرفع هنا في المملكه العربيه السعوديه عن طريق النادي الاهلي. عدد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي متواجدين لمؤازره البعثه، اعتقد ده سايب اثر جيد. بالتاكيد يا كابتن اسلام، يعني رساله مهمه جدا جدا جدا، اولا اختيار طبعا الاستاذ محمد الضماطي زي ما قلنا، وبتواجد معاه كالعاده طبعا مهندس خالد مرتجي، الاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ طارق انديل، الدكتور مهند مجدي، معانا طبعا كمان زي ما قلنا العميد علاء صلاح المنسق الامني لفريق النادي الاهلي. هي رساله مهمه جدا، وزي ما بنقول يعني اللي في الصوره واللي احنا عارفينه هو الاستاذ محمد الضماطي، لكن الكل جاي يساند فريق النادي الاهلي، ودي نقطه مهمه جدا ما بتشوفهاش غير في مجلس اداره النادي الاهلي او داخل النادي الاهلي. رئيس البعثه هو المتواجد، لكن الكل اللي موجود خلفه مؤازره ومساندة ودعم فقط لغيره، والكل متواجد بيمثل النادي الاهلي، عشان كده بنقول هي رسالة مهمة جدا ولاعبتنا مستوعبة هذا الامر بشكل كبير، عشان كده بقول يا رب بس يكون توفيق ربنا معانا في 90 دقيقة هي الاهم بالنسبة لفريق النادي الاهلي خلال المرحلة القادمة باذن الله. يا كابتن اسلام تكون فرحة كبيرة جدا جدا يوم الجمعة بمشيئة الله. فندق اللاعبين هل هو فندق لوحدهم؟ هل معاهم مجموعة؟ هل ايه اللي بيحصل؟ يعني زي ما بنقول وجود الكابتن سمير قبل طبعا البعثه وصولها ب 48 ساعه والكابتن خالد بيبو عشان هذا الامر ان يكون في فصل بشكل كبير جدا لدور خاص لفريق النادي الاهلي، مطعم خاص لفريق النادي الاهلي، دي امور بتكون مهمه جدا عشان انت عارف طبعا يعني يمكن احنا في موسم الرياض ويمكن في يعني كثافه كبيره جدا متواجده هنا في الرياض، لكن الحقيقه فندق الاقامه الجزء اللي احنا متواجدين فيه جزء هادي جدا مساعد لعيبه النادي الاهلي على التركيز والادق ايضا، كمان زي ما بنقول ان الجانب الاداري قدر يوفر ده قبل 48 ساعه، لان ما اقدرش اقول لك ما فيش اوضه في الفندق كابتن اسلام، فالامر كان مهم جدا، لكن الامور دي ان شاء الله تكون في مصلحه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. عموما كل التوفيق يا كريم للنادي الاهلي في هذه المباراه، يعني الحمد لله طمنتنا على بعثه النادي الاهلي كده، اعتقد كل اللاعبين في اوضهم. بكره برضو عايزك تشرح لي كريم سريعا بكره الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ بكره زي ما قلنا صباحا يكون 10 صباحا فطار لعيبه النادي الاهلي، 11 صباحا بتوقيت المملكه يكون الاجتماع الفني، لعيبتنا متواجده في فندق الاقامه، هتتحرك طبعا على الملعب الخاص بالتدريب قبل طبعا هنا الطريق على تروح اي ملعب ساعه كابتن اسلام ان الطريق زحمه شويه، فيمكن 7:30 زي ما قلنا توقيت المباراه هو توقيت التدريب، ومن بعدها يعود من جديد النادي الاهلي على فندق الاقامه للمحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه في تمام الساعه 9، وطبعا يوم الجمعه بقى يكون من بدايته طبعا هو اليوم الاعتيادي لفريق النادي الاهلي، الفطار يكون صباحا والتحرك قبل المباراه والوصول بساعه ونصف، يا رب ان شاء الله يكون مع فريق النادي الاهلي بمشيئه الله. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من زي ما قلت لحضراتكم كل ما يخص من الرياض طبعا وكل ما يخص بعثه النادي الاهلي والاجواء ما قبل مباراه القمه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك.